أول أخبار توب نيوز معانا النهاردة هي عن إصابة علي معلول الظهير الأيسر التونسي للنادي الأهلي بعد إصابته في العضلة الخلفية في الدقائق الأخيرة لمباراة فاركو في الأسبوع المباراة اللي كانت في الأسبوع 28 من الدوري المصري. علي معلول شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية لكنه أكمل المباراة حتى صافرة النهاية، واللاعب هيجري فحوصات علشان يتعرف على حجم الإصابة والمدة اللي هيحتاجها بعيدا عن الملاعب. ألف سلامة للاعب علي معلول، بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. وخبر التاني اللي معانا النهاردة في فقرة توب نيوز عن محمد عبد الغني وعن يعني رأي فيريرا فيه، وهل فيريرا مرحب برحيله أو لا. ففيريرا بيرفض بيع محمد عبد الغني بعد اهتمام من نادي بيراميدز. جوزوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جدد رفضه لفكرة التفريط في محمد عبد الغني مدافع الفريق نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، ودوت بعد بعض الاهتمام من نادي بيراميدز في التعاقد مع محمد عبد الغني. فيريرا بشكل واضح اخطر الاداره انه بيرفض الاستغناء عن محمد عبد الغني، وان محمد عبد الغني هيكون مكمل في صفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل. والخبر اللي بعد كده عن منتخب مصر وعن محمود فايز. محمود فايز دخل ضمن قائمة الترشيحات لمعاونة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، ومن يعني الحاجات المبشرة فيه او اللي مدياله اولوية في الفترة الجاية في الترشيحات بتاعته انه بيتقن اللغة البرتغالية الاسبانية الانجليزية، فمش هيكون فيه صعوبة في التعامل مع روي فيتوريا. فهنشوف في الايام القادمة مين اللي هيكون اعضاء الجهاز المعاون لروي فيتوريا في الادارة الفنية لمنتخب مصر في الفترة اللي جاية. ونادي أسوان بيكشف لكورة بلس حقيقة التعاقد مع وليد أزارو. هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان في تصريحات خاصة لكورة بلس قال إنه يعني النادي ما بيفكرش في التعاقد مع وليد أزارو، وهو كمان مش من الأسماء المرشحة للانضمام لنادي أسوان في الموسم المقبل. قال إن هما تعاقدوا مع أحمد بالحاج وإيفونا، وفي لاعب كمان هيتم اختياره، ولكن وليد أزارو مش هو اللاعب ده. اما عن اخر اخبار توب نيوز معانا النهارده في مورنينج بلس فهي عن الفحوصات الطبيه، وان الفحوصات الطبيه هي كانت سبب غياب بدر بنون عن افتتاح الدوري القطري. احنا علمنا طبعا انه بدر بنون رحل عن صفوف النادي الاهلي وانتقل الى نادي قطر القطري، ولكنه ما كانش موجود في المباراه الافتتاحيه لنادي قطر القطري في الدوري القطري، وكان السبب هو اجراؤه لبعض الفحوصات الطبيه للتاكد من جاهزيته الصحيه قبل المشاركه في المباريات مع نادي الجديد نادي قطر القطري. بنتمنى له التوفيق في رحلته.